السيدة الرئيس، يصادف تاريخ اليوم ذكرى الغزو العراقي القاشم على دولة الكويت الذي راح ضحيته للكثير من أبناء الكويت، وبفضل من الله سبحانه وتعالى ونتيجة لالتزام مجلس الأمن بتنفيذ قراراته وأولها القرار 660 الذي صدر في مثل هذا اليوم عام 1990، تحررت بلادي بدعم من الدول الشقيقة والصديقة وعلى رأسها دول التحالف الدولي التي وقفت إلى جانب الحق والعدل والشرعية الدولية. فاسمحوا لي أن أجدد لهم الشكر والعرفان والتقدير من نفس هذه القاعة التي حفرت صورتها في وجدان كل كويتي.